السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. اليوم راح نحكي لكم على السعر الجديد تاع الجالاكسي ام 20 في الاسواق الجزائرية. الاسعار هاد اليومات راهي غير تهبط، وحنا كل ما يديروا تخفيضات راح نديروا لكم فيديو بربي ان شاء الله، يعني بهكا اللي يحب يشري واحد ما يخدعوه ولا واحد ما يبيعوا له السومه القديمه. وفي الاخر تاع هذا الفيديو عندي نصيحه راح نقولها لكم، اللي يحب يسمعها يكمل الفيديو حتى الاخر. واذا انت جديد معنا ما تنساش تشترك في قناتنا، فعل الجرس، وثاني ما تنساش تركز لنا على الجام باش نكمل لكم في هاد الفيديوهات. والسعر تاع الانفا حاليا راهو بين 3,50,000 حتى 3,250,000، وكاين حتى اللي باعوه ب 2,980,000. وكيما نوصيكم ديما ما تسرعوش كي تعودوا حين تشريو تليفون، يعني حوسوا بعقلكم حتى تلقاو السومه اللي تساعدكم. والناس اللي تسقسيني منين نجيب هاد الاسعار اللي نعطيها لكم، انا نشوف الاسعار في الولايات كامل ونخير الاسعار اللي كاينه في الاغلبيه تاع الحوانت. واذا حابين تعرفوا اذا ننصحكم بالجالاكسي انفا بهذا السعر الجديد كملوا الفيديو حتى الاخر. حكينا في الفيديوهات اللي فاتوا على المواصفات الكامله تاع الجالاكسي ام 20، بصح دوكا حين نحكيو على اهم المواصفات برك. واول حاجه هي الشاشه بحجم 6.3 انش، دقه الفول اتش دي بلس، ومن نوع تي اف تي. كاين اللي ما يعجبهمش هذا النوع من الشاشات، بصح نقدروا نغفلوا عن النوع تاع الشاشه. اول حاجه لانها بدقه الفول اتش دي بلس، يعني دقه لاباس بها. ثاني حاجه السعر تاع الهاتف يعني ماهوش غالي بزاف. ثمان نوع الشاشه هنا مش مشكل كبير. البروسيسور اكزينوس 7904، الرام 3 جيجا، والتخزين 32 جيجا. والناس اللي تسقسي على البابجي راني جربتها في هذا الهاتف وتمشي في الجوده تاع الميديوم، يعني تقريبا متوسطه. الكاميرات فيه زوج في الخلفيه، الاولى 13 ميجا بكسل بفتحه اف على 1.9، الكاميرا الثانيه تاع العزل يعني تعزل لك الخلفيه تتصور 5 ميجا بكسل بفتحه اف على 2.2، السيلفي تاعو 8 ميجا بكسل بفتحه اف على 2.0. الكاميرا تاعو يعطيوك تصاور ملاح بزاف بالمقارنه مع السعر تاع هذا الهاتف، نقدروا نقولوا حتى يستاهلوا اكثر من السعر اللي حكينا عليه في الاول تاع الفيديو. الباتري 5000 ملي امبير، فيها فاست شارج 15 واط مع اي اس بي تايب سي. الباتري بعد ما جربتها تكمل لك اليوم كامل، هذه ما فيهاش نقاش. وزيد لها نص نهار كاك باش يطفى التليفون مع الاستعمال المكثف. ومن الاخر بلا ما نكثروا الهضره ننصحكم بهذا الهاتف، بصح بشرط اذا لقيتوه قل من 3,250,000. كما قلنا في الاول تاع الفيديو راهو الاسعار تاعهم بين 3,50,000 حتى 3,250,000. والنصيحه اللي قلت لكم نقولها لكم في الاخر تاع الفيديو هي ما تشريو حتى تليفون من الفئه الغاليه، مثلا كيما الجالاكسي A70 ولا الاوبو اف 11 برو، ما تشريوهمش هاد الايامات لانه راحين يطيحوا في الايامات الجايين. اصبروا تقريبا واحد سمانتين ولا 3 سمانات كيك وراحين يطيحوا الاسعار تاعهم كثر وكثر، يعني ماذا بكم تزيدوا تستناو خير قبل ما تشريو. وكان هذا فيديو اليوم، نتمنى نكون عاونتكم بهذا الفيديو. ثم ثاني ما تنسوش تشتركوا في قناتنا، فعلوا الجرس، ديروا لنا جيم لهذا الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله.